دلوقتي لسه طبعا رمضان يعني كل سنه طيبه خلاص يعني بيودع، لكن لسه في فطار ولسه في سحور. دلوقتي انسب حاجه ممكن برضو نعملها نلحق فطار رمضان برضو بالحاجات المناسبه ليه. اه بالذات ان خميس جمعه سبت اخر ويك اند رمضان. لسه كنت بقول في حلقه الهوا الصبح كده، فيعني الناس كلها عامله عزومات بالظبط. بص الاغلب العزومات الناس بتحب الديك الرومي او بطه او بطه، بس لو الناس اكتر من 10 فيفضل ديك رومي عشان بتعملي ديك وتخلصي. وانا النهارده بس الصبح كنت عامله روستو اللي هو من غير العظم ولا اي حاجه رول كده، ده بيبقى لطيف قوي. في العزومات برضو ورق العنب يعني من الحاجات اللي محببه جدا، الفخده من الكفته المشويه لازم. الشيش طاووق هو جاع خلاص وانا بكلم. يعني هم بيعملوه يعني احنا نعمله إيه؟ احنا نعمله مش نجيبه جاهز صح؟ المفروض هو يتعمل يعني احلى طبعا. عارف لما بتعمل يعني الاكل بتطلع يعني انت مثلا عازم الناس اللي انت بتحبه تمام، فانت بتعمل اكل بجد بمنتهى الحب ده، فبجد الناس لما بتيجي تدوقه فعلا بيجي لها الطاقه دي بتاعت المليانه حب دي بتدخل جوه معدتهم وبيبقوا سعداء. وبعدين بتزودي التيست دايما دايما بنحط التيست اللي احنا محتاجينه او اللي احنا بيبسطنا اكتر. ما هو ده بقول لك ده نفس الحب بقى، انت بتحب الناس اللي جايه وبتحب تعملهم اللي انت عايزه، ففعلا الناس بتحس ان طعم الاكل طعمه حلو.